ولك شبك مانك شايفة قدامك؟ لا تواخذني. طيب ليش هيك عملتي؟ امسحيهم. رح جيب خرقة. لا امسحيهم بإيديك يلا. كيف؟ شلون كيف؟ مثل ما كبيتيها امسحيها. يلا ليك. شفتي شو عملتي؟ شفتي؟ ولك ما بتعرفي تحطي صحن؟ انت غبية فاشلة كمان. شو مين اللي مسلطكن علي ها؟ لك ما بتخلوا الواحد يعرف ياكل مثل العالم. يلا بنتي كلي لشوف، افتحي تمك. ما بصير تاكلوا بلاي. البنت جوعانة. شو يعني؟ قومي لمي السفرة، ما عاد في أكل. تعي بنتي تعي. فوتوا على غرفكن، ما بدي أشوف خلقتكن، يلا انقلعوا من وشي. حتى الأكل صار ممنوع؟ سكتي شو جنيتي؟ هلأ بسمعك. بس أنا في عندي وظايف. شش نامي هلأ بعدين تكتبي وظايفك. بس الأستاذ بخانقني. قلتلك نامي رنا، هلأ أبوكي بضربك. يا ربي دخيلك تساعدنا، يا رب خلصنا من ظلم هالزلمة كرمال هالبنت. صباح الخير، صميمة خانم بعتتني أخذ البراك. قول لصميمة خانم لبقى تبعت شب لعندي مرة تانية، إلا ما رح تفتح لي. حاضر خالة. كم مرة بدي إلا بدهم يعلقوني مع هالزلمة، هالمرة ما عم تفهم بالحكي. شو بدك رنا؟ رح اتأخر على المدرسة. يلا ماشي ماشي. شنطتك جاهزة؟ ما أخذت السندويشة تبعي. هلأ بجهز لك ياها. ماما فيكي تعطيني من البرك اللي عملتيهم اليوم؟ لا ما بصير، مين رح ياكل هدول؟ بس الجبنة تبع هدول حامضة ومو طيبة. ما بصير لشي، تاكليها. هاي نعمة بكبها بزبالة؟ بخيلة. شو؟ شو قلتي انتي؟ قلت انتي بخيلة، ما تعطيني من البرك اللي عملتيهم اليوم تازة، بتضلي تعطيني كل شيء قديم، شنطة كمان قديمة، كم سنة صار لعندي؟ ماما كل الأولاد عم يتمسخروا علي. معناتها هن في عندهم كتير مصاري، نحن ما معنا شو نعمل؟ ما فيها شي ومانا منزوعة، استعمليها لبين ما تخرب، يلا لشوف خدي، رح تتأخري على المدرسة، يلا. ماما خليني أنا كمان شوف ستي. بس أنتي تأخرتي على المدرسة، يلا ركدي. ماما الأستاذ طلب نجيب ألوان مشان درس الرسم. بعدين منشتريهن. قال اليوم لازم نجيبهن، واللي ما بيجيبهن ما بيفوت على الدرس. بفوتك ماما، ما بصير شي، إذا عصب قلي له ماما نسيت ماشي. يلا رح تتأخري ركدي. ما
ماما؟ ليكني اجيت. ماما انت شو عم تعملي؟ ما عم اشتغل شي بنتي، كنت عم جيب الفحم. ماشي يلا فوتي. اي مين قال لك تجيبي الفحم؟ شو بدي اعمل لك بنتي؟ الفحم ما رح يجي لحاله ويفوت على صوبيا. امي بس ظهرك عم يوجعك. يا فاطمه كيف بيجي من قلبك؟ لا تقوهيها بنتي، بتضل اختك. ايه اختي بس هي بنتك كمان، يعني الواحد بيفكر بامه شوي. شو بيصير لها اذا جابت لك مكيف؟ ما له داعي يا بنتي. يعني عم تحكي وكانه شي رخيص. من وين بدها تشتريه؟ هي معها مصاري كتير بس ما بتعطي امها، بتموت قبل ما تعطيكي، بخيله. هي كمان عندها هموم بتكفيها. الله يعينها يا بنتي، الله اعلم كيف علاقتها مع قادر. امي شبكي؟ ما في شيء بنتي، ما في شيء. تسطحي شوي. ماما اوعك توقفي. ماشي؟ ايه ماشي. هالشغله ما بتزبط هيك. بنتي لوين رايحه؟ رح روح واحكي مع فاطمه. بنتي لا تروحي. يا امي لو هالشغله متعلقه فيني ما كنت بروح، بس بتعرفي وضعي، نصيبي صير ارمله وانا لساتني صغيره. يلا انا طالع هلا، انت لا تتحركي من مكانك. ماشي؟ يا ربي يا ربي ترحم بناتي برحمتك يا ربي. خالتي مليكة، اهلين، كيفك؟ انت عرقانه يا بنتي؟ لاني كنت عم اركض. يلا لشوف، رح تتاخروا على الدرس. يلا. اشتريتي الوان؟ ماما؟ ماما فيكي تشتري الوان لمليكة؟ من وين عم تطلعي بهالشغلات؟ بس ماما ما عندها الوان، الاستاذ رح يعصب عليها. بترجاكي اشتري لها. ما فينا نشتري، ليش نحن عم نلاقي مصارينا بالشارع؟ بس يا ماما. يلا ماما فوتي على صفك. يلا مليكة خلينا نفوت. قال اشتري لها الوان، خلي امها تشتري لها. نعيما استاذ. يسلموا ايديك قادر. تفضل. الحساب مو عندي، حاسب اسماعيل. تفضل اخي اسماعيل. ان شاء الله نعيما. شكرا. خير أخي قادر؟ رجلي عم توجعني من الدوالي. بتصيب كل الناس، هذا مرض الحلاقين. رحت على الدكتور شي؟ أنت ما عندك عقل أبداً، ليش عم تعزح بحالك؟ شو بدي أعمل، هاي لقمة عيشي. بالله شو يا، المصاري اللي بتربحها زوجتك بتكفيكم. خليها هي اللي تعمل البراك وأنت روح بيعون وفتحوا دكان صغيرة. شو قصدك أنت خليها تفتح دكان وروح أنت جيب وخود؟ لا تعصب يا، شوف كيف دكانتك تسكرت؟ بدل ما تشتغل هون عند الناس اشتغل عند مرتك. اشتغل عند مرتك ما هيك؟ انتبه لكلامك منيح، انا رجال البيت وانا اللي مسؤول عن كل شيء فيه، سمعت؟ يلا يلا لما عصبت علينا يا طول بالك. خلص هدي حالك، لا تعصب. انت شو عم بتساوي؟ شو برايك ما سمعت شو عم يحكي؟ يعني وقح، ما فيك تتصرف بهالطريقه، هذا زبوني. انتبه، طالما هيك خليه يعرف حدوده وما يتدخل بكل شيء. انا ما دخلني يا قادر، شغلتك بهالدكان مشان تجيب زباينك القدمه، وما دامك ما عم بتجيب زباين لازم تعاملهم منيح، لا تخلينا نزعل من بعض. بس الواحد يوقع بيتكاتروا عليه. شو هالناس هاي؟ ليك الشارع كيف صاير؟ ليش ما عم تلم الوسخ؟ ما فيني، ايدي مو فاضيين. طيب شو عم تساوي بمكنستين؟ اترك واحدة منه. لا يا، يا سلام عليكي، بدك اتركها مشان ياخذها حدا غيري؟ اصلا عين كل الزبالين على مكاسي التنتين هدول، طبعا لانه تبعاتهم قديمين. اعطيهم، اعطيهم مشان يساعدوك. لا يا اختي ما بعطيهم. ليش المكنسه مو الي؟ ليش ياخذوها؟ اذا لزمتني بعد فتره شو بدي اعمل؟ تركنا من بعدين، الشارع تعبى زباله وانت ما عم تشتغل شيء، المكنسه الثانيه زياده. ما بعطيها لحدا، شو بدكم فيني؟ ايه معلشي، المصاري بتحمي الواحد.
أختي مرحبا. أهلين ميسا، كيفك؟ منيحة أختي، عندك شوية وقت؟ عندي شغل كتير، والله لازم لحق الطلبيات. شو في؟ تتذكري لما حكينا قبل هالمرة بخصوص وضع أمي الصحي؟ شو فيني أعمل لها ميسا؟ وضعنا سيء. إيه وضعك باين. شو قصدك؟ أنت عم تلمحي للشي؟ أمي مانا منيحة، إذا فيكي تساعديها. أنت بتعرفي إنه أنا ما عندي إمكانية، أصلاً بقيت لحالي أنا وهالبنت. ليش عم تعصبي علي إلي؟ أنا اللي قتلت جوزك؟ يعني عمره خلص، شو بدي قلك؟ لاقي رجال وتجوزي. بس القصة ما بتتعلق فيني أنا، أصلاً أنا ما عم بطلب شي لحالي، عم بحكي من شان أمي. أمك بحاجة لرعاية، شو بتخسري إذا ساعدتيها؟ شو بدك تعملي بالمصاري تبع الحلو؟ رح تاخديهم معك على القبر؟ ليش أنت هيك بخيلة؟ أنا ماني بخيلة، أنا بحسب حساب لقدام ولمستقبلي. لو كنت بتحسبي ما كان صار فيكي هيك. أصلاً أنا المشاكل اللي عندي بتكفيني ميسا، أنا بوضع ما بيخليني فكر بحدا غيري وغير بنتي. بس هي أمك، أمك الله يصلحك يا أختي. يعني شو بدي أقول؟ قال شو؟ قال أنا بدي ساعد أمي، عايشة هون وخايفة من الموت، إذا ما فكرت بحالي ما حدا رح يفكر فيني. مصاري هن ضمانتي الوحيدة، ليش شو في عندي غيرهم؟ رينا أنا رايحة. لوين رايحة؟ ما رح أحضر حصة الرسم، الأستاذ قال ما رح يفوت على الصف يلي ما بيجيب معه ألوان. نورهان فيكي تعطيني اللون الأخضر بس لحظة؟ لون بالألوان تبعك ما بدي أعطيك. انت قعدي هلا وانا رح لاقي حل الالوان. يلا ليش ما عم تقعدي؟ وين لقيتي هون؟ شو بدك انت، لقيتهم وخلص بعد الدرس منرجعهم. ليه قادر؟ بس بدي اقول لك انه اقول لمرتك خليها تجهز لنا صينيتين برك ليوم السبت، لانه راح يجينا ضيوف من البلد. انا ما بتدخل بشغلها، خلي مرتك تقلها. اه هيك لكان ماشي. اه يا اخي قديش مرتك بتعرف تعمل برك طيبه. قبل شوي ابن صميمه مر وضيفنا، كنا راح ناكل اصابينا والله. وهلا ابن صميمه من وين جايب هالاكل؟ من وين بده يجيبهم يعني؟ اخذهم من عندكم ووداهم على البيت. ايه صحيح، اعطيني رقم بيتكم مشان تتصل مرتي. ماشي، أنا واصل على البيت وراجع يا مصطفى. طيب اللي إلي مو لمصطفى. أنا واصل على البيت وراجع إذا ما في مانع. طيب روح. يلا يا أولاد فيكن تضبوا غراضكم. حراميه انت الحراميه. يا اولاد شو عم تعملوا؟ رنا شو عملتي لرفيقتك؟ رنا تعي لهون. رح اقول لامي شو عملت. هي الحراميه كانت عم تسرق الواني، رح تشوفوا. نورهان اهدي شوي واحكي لي شو اللي صار. سرقوا لي علبه الالوان تبعي وانا كمشتهم، انا بورجيه هون. المسا بدي اقول لامي على اللي صار، رح خليها تقدم شكوى بكره. صميمة خانو دفعت، ضل عنا ليلى خانو صارت أخذ صينيتين برك 60 ليرة، طلبية 4 صواني مشان اجتماع الجمعية. فاطمة لك إيشو على الباب؟ فاطمة ليش ما عم تفتحي؟
ليش ما عم تفتحي الباب؟ ليش ما عم تفتحي؟ عم تفتحي الباب للرجال وليه؟ أنا شو قلت لك وليك؟ ما نبهتك ما تفتحي الباب لشباب؟ ما قلت لك؟ بوسي ايدك ورجليك يا قادر، مشان الله لا تعمل هيك. كدي وليك؟ ليش اللي ما بتسمع كلام جوزها الله بيرضى عليها؟ قولي. والله العظيم قلت لهم لا تبعتوه، بس والله إنه ولد مو شاب. كمان عم تعملي زلمة مثل الحيط ولد صغير ما؟ لك قديش مخك أنت سميك وليك؟ وعم بتشوفي حالك علي ما؟ لأنك عم تربحي أكثر مني عم تحكي هون وهون؟ لك أنت شو مفكرة حالك شو ما في رجال بهالبيت؟ بتبحك عم قلك بتبحك. توبة توبة والله لا تعمل هيك مشان الله لا تعمل. لك احرسي. ليش عم تضربها؟ وانتي وين كنتي يا فلعوصة وين كنتي؟ تعي لهون. لا تضربها لا تعمل هيك مشان الله لا تضربها. بدك تاكلي القتلة تبعها كمان؟ تعي لشوف تعي. تعي بهاي الايد عم تربحي اكتر مني ما هيك؟ مشان الله. قربي لشوف. قربي مشان الله. لا 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 مشان الله بوسيدك. بدي احرق لك اياها. قربي بدي ربيكي. والله لا اشوي لك ايدك شوي. يلا قربي مشان الله لا تحرقني. صير عبدي عندك، تركني بترجاك بترجاك. انتبهي لحالك انتبهي لحالك منيح. جايين ياخذوها ياخذوها. ليكم جايين 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 ياخذوها ياخذوها. ليكم جايين 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 ياخذوها. مين هدول؟ جايين 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 ياخذوها. شو جايين ياخذوا؟ جايين جايين سريان. جايين ياخذوها. لازم امنعهم. جايين جايين لازم اخبيهم. جايين ياخذوها ياخذوها. جايين 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 جايين. حفري حفره غميقه مشان ما يلاقوها. مين انتي؟ بعدي عن المصريه. انا بكون دعائك اللي دفنتي مع بخلك بمكان غميق ونسيتي حالك. حاولي تصيري كريمه مشان ينزح التراب اللي فوق شوي. ساعدي الناس اللي حواليكي مشان الحواجز اللي بيني وبين قلبك تنشال. الله خلق القلوب فيها رحمه ومحبه وتسامح. لا تخلي الحقد اللي بقلبك يكبر ويزيد اكثر. تعاملي مع الناس بطيبة أكبر مشان أقدر أطلع ووصل دعائك لعند المولى. ساعدي حالك وطهري قلبك مشان الدعاء تبعك ينقبل. المصاري هي كل شيء، كل ضماناتي، تركيني بحالي. أنت أصلاً ما عندك ثقة بأي حدا غير المصاري، مع أنه عندك ضمان أحسن من كل المصاري وأهم بكتير. افتحي عيونك منيح وتطلعي حواليك شوي، تخلصي من وسخ الدنيا لأنه ما في يعطيك لأي مكان منيح. لازم أحفر، لازم أخبيهم. بنتي ما نعمل شيء. شو صار حبيبتي؟ ليش عم تبكي؟ لأني كنت بدي أرفعك من على الأرض لما وقعت انزعج مني وعصب، ضربني على إيدي بالعصاية، عم يوجعوني كتير. كسر إيدي، الله لا يسامحه. يا ربي دخيلك تخلصنا من هالمصيبة. أنت الوحيد العالم بحالنا، ورجيني إيدك لشوف. لوين راح؟ ما بعرف، بس طلع فورا، قال استنوني لما اجي رح فرجيكم اكتر من هيك. استنيته كتير، رح يشوف. قومي لبسي قومي. ليش؟ لبسي بسرعة يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رح تروح علي الصلاة يا ربي تسامحني. أحسن شيء قوم اتوضى. يا ربي مو بقيان عندي مناشف. ما رح أقدر جيبهم. استنوني. بكفي يا ربي، ليش ليضرب هالطفل؟ ليش؟ الظالم ظالم. تعي عم تربحي مصاري اكثر مني بهاي الايد. شان الله لا. هاتي يا لهون، حطيه على النار. شو يا أخي؟ ليش وقفت؟ مصطفى أنت كمل. شو صاير؟ مصطفى تريك أنت، أنا بهتم فيه. روح أحكي معه وإلا رح يصير شي مو منيح. حاضر معلم. أخي قادر، أنت منيح؟ أنا ما بعرف كيف صرت هيك يا ربي. لك شو صاير؟ احكي لي. أنا كتير خجلان إني أحكي يا مصطفى. صاير زلمة سيء كتير. ما كنت هيك. ما بعرف شو بدي أعمل بحالي. كيف بدي كفر عن عمايلي السودة هاي؟ صاير معك مشاكل بالبيت يعني؟ المشاكل عايشة جواتي. صرت عم بعمل شغلات ما كنت أعملها من قبل. لا تخليني أحكي. شوف، لأنك سكرت دكانتك وما عم تقدر تقف على رجليك، مشان هيك تعبان. أنا خايف إذا أنا مرضت وما عاد قدرت أشتغل لشو عيشتي؟ وقتها بصيروا الناس يحكوا علي. أصلاً من هلأ صاروا عم يقولوا إني عم أكل من مصاري مرتي. فكرني ما عم بسمع الحكي؟ شو ما عملت الناس بدها تحكي. الشيطان بيحب يخرب بيوت الناس. لا ترد على حدا. يلا قوم تعال، قوم ارجع على شغلك، وإن شاء الله كل أمورك بالبيت رح تصير أحسن. يلا. مصرياتي وين ما كنت، وهن بيلاقوا حدا بيعمل لهم البرك. بكفي اني احترقت، بكفي. ساوي اللي بدك يا ظالم، قد ما دورت ما رح تلاقينا. يلا رنا وينك؟ ماما طيب لوين بدنا نروح؟ حبيبتي بلا اسئله، لا تردي. الو ماما، هي خالتي. خلص بنتي بعدين بحكي معها، سكري. ماما بدها تقول لك شغلة، خالتي عم تبكي كتير. ألو ميسا، طيب كيف وقعت؟ كيف صار لها شي؟ وينكن انتو هلا؟ ماشي. شو صاير ماما؟ ستك مرضانة، وقعت على ظهرها، تعبانة شوي. ألو قادر،
الو. ماشي انا جاي. شو صاير؟ انا لازم اطلع، حماتي وقعت واخذوه على المستشفى. ميسا؟ ميسا وين امي؟ هلا نامت. شو صار معها؟ كيف وقعت؟ طلعت على الكرسي بدها تجيب منشفة من رف الخزانة. آه منك يا أمي. تعبت وأنا إلا لا تعملي إشي لحالك، بس ما سمعتني. ليش عم تطلعي فيني؟ كأنه اللي صار ذنبي؟ ما عم بتطلع فيكي ولا شي. يعني أنا شو فيني أعمل؟ كيف فيني أشتغل وانتبه على أمي؟ مادام أنت اللي فتحتي الموضوع، جوزك كمان عم يشتغل أختي. يعني إذا أنت ما اشتغلتي ما بيصير عليك شي. أمك بحاجة مساعدة هلا. إذا كنت عم أشتغل في هذا تعبي، أنت لا تتدخلي فيني. ماشي أختي خلاص، المكان مو مناسب. ميسا خانم، بدي أحكي معك. كيف صار الدكتور؟ بصراحة مو منيح. أمكن كبيرة بالعمر وصحتها تعبانة. رح كون صريح معكم. يعني وضعها خطير؟ إيه خطير. وقعتها كانت سيئة، الضربة إجت على ظهرها ووركة، وما عاد في إمكانية ترجع توقف. هلأ المشكلة بالرئتين، لما وقعت على ظهرها الرئتين اتضررت وجمعت مي. شو بدنا نعمل؟ شو هو العلاج؟ ما إلا علاج يا خانم. شو عم بتقول؟ هلأ الأعمار بإيد الله، أمكن ما ضل معه وقت كتير. نحن رح نطالعها من المستشفى مشان تكون قادرة تقضي أيامها الأخيرة مع عيلتها. الأخيرة؟ للأسف إيه. الله يعافيكم ياها. شو بدنا نعمل هلأ؟ خديها عندك. وإذا قادر ما رضي؟ مع فاية. الله يرضى عليكم يا رب. حبيبتي، حبيبة ستك، بنتي الحلوة، تعي لعن ستك. تعي بنتي، ستك تعبانة. الله يرضى عليك يا بنتي. عذبتك معي كتير بمرضي ولبكتك فيني. أمي لا تقولي هيك، لو ما تركناكي لحالك ما كان صار فيكي هيك. حتى لما كبرتي ما ريحناكي. آه يا بنتي، شو بدنا نعمل؟ كل شي بيجي من عند ربك منيح. لا تهتمي، لا تبعدوا عيونكم عن عيوني. ساعتي قربت، الإنسان بيحس بحاله. الله لا يتقل فينا أرض. الدكتور عم يقول رح يطالعني من هون. أنا رح أحكي معه مشان يخلوني كم يوم هون. انتو وضعكن كتير صعب. ماما انتي بتعرفي قادر. ماشي يا بنتي، لا تزعلي. السلام عليكم، فيني فوت؟ طبعا ابني تعال. الحمد لله على سلامتك. شكرا يا ابني. حكيت مع الدكتور وقال فيكي تطلعي. هو عم يقول، بس لوين بدي اطلع؟ قال ما عاد فيني وقف على رجلي. ليش عم تقولي هيك؟ بتضلي عنا، معقولة تبقي لحالك؟ بزعل منك. ها البيت بيوسعنا كلنا، مو هيك فاطمة؟ إذا كنت بتسمح أحب على قلبي. طبعا بسمح، أمك مثل أمي. يلا حضروا حالكم لنطلع، رح جيب السيارة. أمي قلي لي، لازمك أي شيء؟ لا يا بنتي اسلموا، الله يكون معك. عطلناكي كتير عن شغلك. شو هالحكي يا أمي؟ أختي لازمك شي مساعدة؟ لا الله معك، لا تقلقي. طيب بنتي، شو صاير لأيدك؟ ما في شي، كنت عم أعمل البرك حرقت شوي، كان الفرن سخن. ايدين رنا كمان صارت هيك من الفرن؟ احكي لي يا بنتي،
يمكن أمك المسكينة قبل ما تموت تقدر تساعدك. قادر يا أمي، ما بعرف شو صاير له. عم يضربك؟ يا ريت عم يضربني وبس. هو يلي عمل بإيدك هيك؟ بعد ما سكر الدكان صايرة معاملته سيئة، ما عاد في راحة بالبيت، كل يوم بيلاقي شي حجة جديدة مشان يأذيني. ما بقى فيني اتحمل، مليت من هالعيشة. بنتي، لما رب العالمين بيمتحن البني آدم بيكون عم يمتحن إيمانه، إلا ما تفرج. الله كريم، لازم ندعي دايما. لا ماما، طول ما أنا قاعدة هون وأنا عم بدعي قلت يا رب ينصلح حاله، بس ما في فايدة. ابنه قادر صاير عدو لإلنا، ما عاد عم بيشوف قدامه. قلت لك يا بنتي، أكيد بيكون عم يمتحنه. ما في شي بيصير بهالدنيا بدون سبب. أنت بس اسمعيني، دايما مفتاح لقلوب الطيبة بإيد الله يا بنتي. إذا بده فيه خلي قلب قادر ينفتح لكم مرة تانية. لا أمي، هالشغلة صعبة، وخصوصا بعد مبارح. أنا ما عم شوف قدامي حل تاني غير إني أخذ بنتي وروح. أصلا كنا رح نروح، بس يلي صاير معي هو يلي منعكم، ما هيك؟ حبيبتي لا، بلا هيك. هلأ رح تضلي صابرة لبين ما الله يأخذ أمانته. شوفي بنتي، إذا كنتي مصرة تعملي هالشي وتهربي خليني أنصحك. أي نصيحة؟ ليش الهروب سهل لك بنتي؟ هالقصة بتنحل بالهروب يعني؟ لازم تفكري منيح قبل ما تعملي هيك شي، مشان بكرة ما تندمي. طيب شو بدي أعمل؟ لازم تخلي قادر يكون رضيان، ما لازم يشك فيكي أبدا، لازم يفكرك رضياني على وضعك. كيف يعني؟ يعني رح تعملي له أكلة كتير ظريفة وتدلليه كتير. لا تقصري بأي شي من واجباتك معه. أعمل لي برك باللحمة كمان. شو في داعي للحمة بهالوقت ماما؟ سعر اللحمة بسعر الذهب، ما بصير بالجبنة؟ لا، لا تتهربي من المصروف. مو بدك تشدي جوزك لعندك؟ لازم تحاولي تكسبي ثقته من جديد. إذا أهملتي شغل البيت رح تخليه عصب عليكي، فهمتي علي؟ أخ يا ربي، ليش هيك عملت؟ كان فيني دبر المطبخ لمدة أسبوع بمصاري هدول. هدول ناقصين يا إسماعيل؟ لا كاملين. كيف؟ كم مرة طلعت ورجعت اليوم وتركت زبون بنص الحلقة، أنا كملت له حتى أعطيك زيادة. بدك تقول شي؟ لا. فاطمة، رنا، وين الشحاطة تبعي؟ يعطيك العافية. وين أمك؟ ليش ما عم تستقبلني؟ عم تجهز الأكل بابا. شو يعني عم تجهز الأكل؟ واصلي معي لراس مناخيري ها؟ ليش مين له نفس للأكل؟ ما رح أكل ولا شي. مرت عمي كيفك؟ الله يرضى عليك ويوفقك يا ابني. خير ابني، شبك؟ ليش معصب؟ لا تسأليني. أصلاً إذا أنت ما سألتي ما حدا غيرك بيسأل حالتي بهالبيت. فاطمة، صبي لي شاي. كل لقمة بالأول لك ابني. ما لي نفس. شو هالريحة؟ شو هاد؟ سويت لك لحمة بالفطر، بعرفك بتحبها، وعملت لك كمان برك باللحمة وشوية حلو بالتين. خير شو عم بيصير؟ ما تركت أمي من دون رعاية، الله يرضى عليك، فحبيت أشكرك بهاي الطريقة. زعجت؟ يعني قصدك تقولي إنه حماتي بتحبني؟
دائمه الحمد لله. بدي اعمل قهوه تشرب؟ بشرب ليش لا؟ اعملي لي اياها وسط. ما دامك بتعملي اكل طيب ليش ما بتطبخي؟ حارمتينا من كل هاد. بنتي تعي عيدي بحضني بنتي تعي تعي يلا هوب. عم توجعي؟ طابت هلا؟ بخير ان شاء الله. الو تفضل انا ابوها. تفضل استاذ. لا تقول استاذ. انت متاكد؟ بعرف كيف حاسبها. انا رح افهم منها شو القصه. لا تواخذنا. قهوتك جاهزه. انتو بدكن تجننوني يعني؟ تعي لهون يا فصعوني. لك انتي اي نوع من الاولاد انتي؟ يا قليلة الحياة بدك سر عيدة. بعدي بك بعدي. بتعرفي شو عاملة بنتك؟ عندك خبر شو صاير معها؟ عم تسرق. شو؟ انتي كيف فيكي تعملي هيك؟ كيف فيكي تبهدليني؟ عم تسرقي؟ تعي لهون تعي. وقف لا تعمل هيك بترجاك. لا تتدخلي انتي ولا بقتلك. ها بتعرفي شو بيساووا بالحرامي؟ بيحبسوه لحاله هون وبيخلوه هيك لحتى يعقل ويفهم. يلا لشوف بابا. انا كثير مخاف من خلصي بلاك. رح تضلي هيك لحتى تتربي منيح. مو انت اللي عم تاخدي البنت وتجيبيها من المدرسه؟ شو هالفضيحه؟ كيف ما عندك خبر؟ والله العظيم ما عندي علم. ولك بدي الله لا يعطيكم العافيه. لك فضحتوني قتلتوني. روحي على المدرسه احكي مع استاذه شوفي شو عامله وحلي الموضوع ولا قسما بالله رح ارتكب فيكم جريمه. ها روحي.